مرحبا بكم اخواني اخواتي، كنحييكم تحيه خاصه ان شاء الله، ومرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاطارت بالفريز بطريقه جيده ورائعه ان شاء الله. الكريم غادي تشوفوا الطريقه ديال الكريم والطريقه باش غادي نصوبوا هذا لاطارت ديالنا، اللي غادي تشوفوا النتائج ديالها. يعني غادي تشوفوا الوصفه وتشوفوا الطريقه وتطبقوها ان شاء الله، غادي تحصلوا على شيء جيد جدا ان شاء الله، شي حاجه زوينه بزاف 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 باذن الله. ومرحبا بكم، نمشيو نشوفوا الطريقه ونشوفوا المقادير. بسكوي اي نوع بحال هذا الشكل، عندنا فريز مطحون واحد تقريبا 300 غرام ديال الفريز مطحونه، عندنا واحد 400 غرام ديال الكريم فريش بالسكر، فيها السكر 250 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال السكر، واحد ثلاثه ديال البيضات، جوج بيضات واحد يعني جوج بيضات كاملين، وواحد بياض البيض يعني ثلاثه ديال البيضات قولوا، يعني نحيدوا غير واحد الصفر. هنا عندنا تقريبا واحد 120 غرام ديال المايزينا. هنا الفريز ديالنا ها هو مجناب بحال هكا، كنوقفوه مجناب ديال المول داك المول الشكل اللي كيتحيد من الاحسن، او من او السيرك العادي كنديروا الفريز كندوروه، وكنديروا الكيوي كنديروا واحد الدائره ديال الفريز في الوسط باش يجي الديكور زوين ان شاء الله. التزيين ديالنا هكا غادي ندخلوه ان شاء الله للكونجيلاتور، يعني باش يشد راسو مزيان قبل ما نبداو الوصفه ديالنا. طريقه ديال الوصفه والطريقه ديال يعني هاد لاموس اللي غادي نديرو هنا، غادي نديرو ان موس رائع باذن الله. المايزينا ديالنا غادي نديروها هنا، ندير السكر ونديرو البيض، غادي نخلطو الجميع تخليطه مزيانه. غادي نضيفو الكريمة ديالنا، ها هي هنا كريم شانتيلي، نخلطو الجميع. وهنا غادي نضيفو الفريز ديالنا، هو غادي تشكل على شكل موسى لاموس ان شاء الله، بطريقة مختلفة تماما داكشي. فوق العافيه تايطيب مزيان ان شاء الله. هنا غادي نخلطو تايطيب، صافي 250 غرام ديال الزبده ان شاء الله. الكريمه ديالنا هي يعني كتجمع شويه بشويه، غادي تجمع هي كتقال يعني كتولي ثقيله. غادي نحركها حتى لدرجه الغليان مع التحريك من الجوانب باش ما يشدش لكم ويتحرك لكم. هانتوما شفتوها ثقالت، هانتوما شفتوها رجعت. مزيان نطفيو عليها شي باسينة بحال هكا، غادي نخويو عليها ان شاء الله الزبدة ديالها باش نخلطوها معها مزيان. الجميع الزبدة هنا كتلعب دور انها تجي الكريمة ملسة جيدا، يعني كتجي زوينة. الزبدة كلها تذوب، شوفوا اللون ديالها كتجي كتلمع، وفي نفس الوقت هذه موس تقريبا ديال الفريز سخو، يعني طيبناه الفريز طيب ماشي فريز خضر.
شوفوا هي موجوده، المول ديالنا درناه في الكونجيلاتور برد شاد راسو، وهادو لاصقين مع كيكونوا لاصقين مزيان باش ما يدخلش لينا الكريمه بينهم وبين الحيط. غادي ندخل الكريمه ديالنا بحال هكا بسرعه. نحطو عشوائيا البلاصة اللي ما سميتو نديرو فيهم مرسوهات. هنا كنوركو على البسكويت ديالنا باش يدخل شويه بحال هكا، داكشي اللي بقى ليا ديال سميتو غادي نطحنو باش نخوي عليه. نهرسو مزيان، هادو ديتارت في متناول الجميع، يمكن لكم تصوبو في الضيور ديالكم، يعني تصوبو أحسن شيء يعني. بدون فرن ما غاديش نطيبو البسكويت، ما غاديش يعني كل شيء. كنخويو البسكويت ديالنا بحال هكا، كنحاولو نوركو عليه باش يلصق مع داك الكريم. تبرد يعني داك الماء ديال الفريز غادي يطلع يمص في البسكويت، يدخل مع البسكويت ويشدو مزيان لينا ان شاء الله. هنا ان شاء الله كندخلوها في الكونجيلاتور 3 سوايع 4 سوايع. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي التورته ديالنا ديال الفريز اللي زوقناها بالكيوي ايضا، اللي هي من الفريز كلها يعني الكريم ديالها خاص بالفريز وتزيين بالفريز من جناب، كتجي رائعه ان شاء الله. نتمنى منكم تفرجوا في الفيديو مزيان وتشوفوا الطريقه باش صوبناها، وان شاء الله غادي تحصلوا على هذه النتائج الرائعين باذن الله. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.